الاي اي كيسولك. إذا كان بإمكانك ارتداء قبعة واحدة لبقية حياتك، ما هي القبعة التي ستختارها ولماذا؟ دونك إلا كنت نختار واحد طربوش اللي يبقى عندي دائما، أختار واحد اسمه مونتي كريستي. هذا هو واحد طربوش كيتصاوب باليد وكياخد واحد بين 3 شهور حتى عام باش يتصاوب. أبارتي في اللبسة ديالو، لا كولور ديالو، هذه كيجي مع أي حاجة اللي تقدر تلبس، كيجي مع كل شيء وعاد مرتاح. صراحة أنا ما المعرفة ديالي بلي شابون قليلة بزاف، علاش بالضبط كياخد هذا الوقت كامل باش يتصايب؟ حيت دابا هما كيتخيطوا باليد، هذا الطرابش فيهم كيتسماو ليغراد. ليغراد مثلا كيكون 15، كتكون 15 ديال لي فيبر كل سنتيمتر، يعني هذه بحال ديك اللي كيقولوا هنا في المغرب الزرابي، على حسب شحال فيهم الخيوط، شحال فيهم الخيوطه كل ما كيزيدوا يغلاو. أيه. الطرابش حتى هما فيهم على حسب شحال ياخذوا الوقت الخياطه، شحال القاطين ديك الخيوطه اللي فيهم، شحال ما كيكونوا غاليين. ما هي اغرب قبعه طلبها زبون منك حتى الان؟ دونك اغرب قبعة اللي بعنا هي واحد كليون كان باقي واحد طربوش سبيسيال يكون معاه مصاوب في ليكواتور، وتكون فيه واحد لافورم دو كوبوي، اللي هاد لافورم دو كوبوي كتجهر من لي زيتاجوني الامريكان. دونك اتصلنا عاوتاني بلي فورنيسور باش يعدلوا لنا المول سبيسيال من هذا الطربوش وصاوبنا له. اذا كان بامكانك تصميم قبعة لشخصية تاريخية او خيالية، من تختار وما هو التصميم الذي تفضله؟ بالنسبة لشي واحد اللي عجبني كنت نصاوب له هذا الطربوش هو روزفيل، هو كان بريزيدون ديال امريكان وهو اللي شهر هذا النوع الطرابش في العالم كامل. هل لديك قصة مضحكة او طريفة حدثت لك اثناء العمل في مجال القبعات؟ واخا هذه وقعت العام اللي فات، كنت في البيرو وجاو واحد لكليون، واحد السيد ومراتو باش ياخذوا طربوش. ايوا دابا ملي جاو ياخذوا واخد واحد جوج طرابوش وهي جات تاخذ هي واحد اخر، ولكن ملي جات هي تشري راجلها عجبو ديك الطربوش وبداو كيدابزوا مع بعضهم شكون اللي ياخذوا وكيدابزوا بصح على حساب شكون اللي ياخذ ديك الطربوش. ما هو اكثر شيء غير متوقع تعلمته من خلال تجربتك في مجال القبعات الفاخرة؟ اللي تعلمت هي ملي كتخدم مزيان وكتعمل الحاجات مزيان وكتقيس على لي ديتاي الخارة ديال الخدمة ديالك، الاخر كتوصل للناس اللي ما عمرك ما كنتي كتوقع غادي توصل لهم، وكتوصل للناس اللي مشهور اللي ما عمرك ما كنتي كتحلم غادي توصل تهضر معاهم، ولا هذيك هما كيجيو عندك باش يشريو من عندك.